الآن تنضم إلينا من القدس المحتلة زميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. يبشرنا جالانت بالسلام والأمن يا دانا، أم أنه يتحدث لشعبه وحده؟ سلام وأمن لهم فقط. بعد التحية محمد، هذا السلام مقتصر فقط على الإسرائيليين حتى وإن كانوا يسار أو اليمين الإسرائيلي، وذلك فيها رسائل واضحة مفادها أن الشعب الإسرائيلي موحد وأن لا خلافات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية سواء من اليمين أو اليسار الإسرائيلي، وذلك بعدما تهافتت الأخبار التي تتحدث أن هنالك انشقاقات جديدة بدأت تظهر إلى السطح حتى بين أعضاء الليكود واليمين المتطرف ذاته، وهنا أقصد بعض تصريحات سموتريتش الذي قرر وقال بأن قرار إدخال الوقود إلى قطاع غزة هو غير قانوني وطالب بإلغائه، بل وطالب بضم نفسه إلى كابينيت الحرب وطالب بأن يكون هنالك انعقاد للمجلس الوزاري المصغر. لذلك عفوا دانا، أحب أن أفتح قوسا هنا وأنا أسألك، كيف كان رد فعل الشعب الإسرائيلي، الشارع الإسرائيلي، على التبرير الذي ساقه بنيامين نتنياهو لكسر وعده بعدم إدخال الوقود؟ قال نحن لا نريد أن تتفشى الأوبئة في قطاع غزة لأن هذه الأوبئة قد تنتقل إلى إسرائيل. هذا المبرر الذي حاول نتنياهو إقناع سموتريتش وإتمار بن غفير الذين رفضا هذه الصفقة أو هذا الاتفاق بإدخال الوقود إلى قطاع غزة بأن هنالك مياه الصرف الصحي ونظام القطاع الصحي يجب أن يتم تحلية المياه، لذلك يجب إدخال الوقود إلى قطاع غزة خوفا على حياة الجنود الموجودين في الميدان والذين يمارسون هذه المعارك الضارية هناك. وحسب تحليلات وحسب حتى بيانات جيش الاحتلال بأن هذه القوات ستنتقل في قواتها من الشمال إلى الجنوب، لذلك هنالك تخوفات على وصول هذه الأمرضة والأمراض عفوا والأوبئة إلى يعني جيش يدانا أن يموت مليون فلسطيني بالأوبئة، هذا لا يعني له أي شيء، فقط المهم لديه وعنده هو سلامة الجنود المتواجدين في أرض القتال المتواجدين في أرض الميدان، عدا عن ذلك سلامة المستوطنين الذين سيحاول وستحاول الجبهة الداخلية الإسرائيلية إعادتهم مطلع العام المقبل، أي بعدما يزيد على شهر هناك، تخوفا وتحسبا من نشر هذه الأمراض والأوبئة حتى إلى مستوطنات غلاف غزة. سيتم إدخال الوقود وزيادة نسبة هذه الإدخالات التي كانت في بداية الأمر الحديث عن 60,000 لتر، ومن ثم تقول أن هنالك زيادة في هذه الوتيرة تصل إلى 80,000 لتر يوميا من الوقود عبر شاحنتي تدخلان إلى قطاع غزة. قال بأن سموتريتش لم يكن يقصد ولم يكن يفهم ما تبريرات وما الخطة ما وراء ذلك، وبأنه سيكون هنالك جلسة منفصلة لنتنياهو وسموتريتش يوضح لها الأسباب، ولربما هذه الدولة الوحيدة التي يضطر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تبرير قراراته السياسية والتي هي تمثل الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لأعضاء ووزراء في داخل هذا الائتلاف الحكومي، ليس لأنه رجل صالح كما يقال في الإعلام الإسرائيلي، بل لأنه يخاف على منصبه، يخاف من حل الائتلاف الحكومي وبأن يضطر أن يذهب إلى انتخابات خامسة في غضون عامين. وكل استطلاعات الرأي تؤشر بأن الإسرائيلي لا يريد نتنياهو في هذا المنصب. صحيح، تراجع اصفر وجهه حينما طرح عليه هذا السؤال. دانا أخيرا وباختصار شديد لو تكرمت، يبدو أن مسيرة تل أبيب القدس لأهالي المحتجزين سببت رعبا للكابينات كما يسمى. صحيح، ولهذا كان قد قال جالانت ونتنياهو بأنه سيكون هنالك اجتماع مع أهالي المحتجزين لدى قطاع المقاومة الفلسطينية مع أعضاء كابينيت الحرب يطلعوهم على ما تقوم فيه المنظومة العسكرية لطمأنة أهالي العائلات المحتجزة لدى قطاع المقاومة الفلسطينية. لماذا كل هذا الخوف؟ لأن لسان حال العائلات أصبح ليس فقط يطالب بضرورة الإفراج عن المحتجزين، بل أصبح يطالب بالموافقة على اتفاق كلي وهدنة كلية شاملة. هذا يعني الطلب من قبل هؤلاء العائلات بأن يكون هنالك إفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الإسرائيلية. أضف إلى ذلك المطلب الثالث وهو الأهم بالنسبة لنتنياهو، وهو المطالبة في إقالة وإطاحة نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء الإسرائيلي، ولهذا كانت هذه التظاهرة مشيا على الأقدام من تل أبيب وصولا إلى القدس من يوم الثلاثاء، وعشرات الآلاف يمشون على الأقدام مجتازين 63
60 كيلومتر ووصلوا إلى مقر مركز رئاسة الوزراء الإسرائيلية لإيصال هذه الرسائل الثلاثة التي ذكرناها. لذلك أثار حفيظة هذه الحكومة الإسرائيلية وتخوفاتها وبدأت تتحدث وكأنه يحاول استجداء مشاعر الشارع الإسرائيلي حتى يحافظ على هذا المنصب السياسي. دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، وافر الامتنان لك زميلتي الكريمة.